مهم للفريق ديالنا. كنا شويه معذبين بالنتائج اللي ما كانش تنصفنا. الفوز على بطل المغرب في النسخة الماضية ديال كأس العرش، فريق عانيت خاصة في الملعب ديالو، عنده لاعبين مميزين، لاعبين صغار في السن، عندهم طموح. الحمد لله تنظن هنا بالتجربة ديال اللاعبين وبالمجهود اللي قدموا في أرضية الملعب، قدرنا ننتزعوا ثلاث نقاط اللي غادي تعطينا واحد الدفعة باش إن شاء الله نرجع الفريق للمكانة ديالو، ونفرحوا دائما الجماهير الفاسية اللي تتساهل فريق دائما في القسم الوطني الاول ان شاء الله. صافي اخويا، مع كنشوف هاد الجماهير ديالنا تمشي حتى لمدينه فاس فرحانه، هذا هو علاش كانت واحد المقابله اللي صعيبه بزاف، مع كنا كنتخبطوا فواحد شويه النتائج السلبيه التعادلات. الحمد لله دخلنا هاد المباراه وحنا عازمين باش نربحوا ثلاثه النقاط، وهادشي اللي تاثر لينا في مباراه والاتحاد البيضاوي ما كانش واحد الخصم اللي هو سهل، كان ند بالند الحمد لله. الانتصار جاء بعد عناء طويل اللي كان الجماهير الفاسيه كلها كتنتظر هذا الانتصار، وحنا بدورنا درنا اللي علينا، تقاتلنا في التيران والحمد لله ربي جاب التيسير وحققنا ثلاثه النقاط الحمد لله. جماهير المغرب الفاسي وكل مقولات المغرب الفاسي، جانا الفوز بعد عمل كبير ما كانش كيساعدنا حتى في المباريات اللي فاتت، كنخدموا والحمد لله مازال قدامنا المباريات، وغنخدموا بجديه ان شاء الله باش نحققوا الصعود هذه السنه ان شاء الله.